قراراته وعلى ما بدر منه، والله يبيض وجهه ويرحم والدينه. ثاني شيء اشكر جروب الدعم، خسر وتعب وهذا اقل ما نقدم له، وقلت في حقهم، لكن اعوضهم ان شاء الله في المراكز الاولى باذن واحدنا احد. هذا ما هو عوض لهم، لكن يبشرون بالمركز الاول باذن واحدنا احد. بردوا على قلوبكم يا تعال. يا سلام والله عطني بالله مانجا وتوت. لا انت لا لا وجهك يعني ما ابي طلع مشاكوش. ماذا العاد معتذر؟ انا اعوذ بالله وح كم اخذ انا ولا هو؟ لا لا اللي عاد معتذر احمد اذله مبارك وبطلع. ماذا يا نجم اليوم يا تكفى عطنا وجه الله يرحم والديك. انا نجم في عيونكم بس خربت حي والله راس كلكم نجوم. ماذا لو عاد معتذر؟ مرحبا هذا زين. لا لا ما في مرحبا انا استك بالله قصدك ذا ذا هذا لو عاد معتذر لن يجد يعني زي بسكوت اثر خطايا قدمي هذا على الغام. ماذا لو عاد معتذر؟ تقول له الحشمه ولا التدبير. هذا علي عسى اللي ينعطى الضيف فجانا من بعيد وعندنا من طيب تحول. سلام. لكن قلوبنا ما هي على المشهى يا اخي الطفل انت كيف متى ما وده يجيها ويحسبها مثل اول مثل ما يعرف يودع. ترى احنا نعرف نعيف لو ان عمره يقصر بعده يجي عليه يوم ما طول. سلام بالله واحد سكريم. سلام والله العظيم انا هاي اي والله بيض بيض روحه. لا اعطيته الايس كريم ها 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 هادي هادي يا رجل من فريق دعم الرجال. ماذا لو عاد معتذر؟ جابوا له قاري وحقه من حقوقه من الحين يجيب له. ماذا لو عاد معتذر؟ يا حظكم فيه بس. ماذا لو عاد معتذر؟ اسمع بالله جيب لي ماي. لو عاد معتذر والله مرحبا والله ما اسمع الا الموضوع. لا لا هذاك لا ماذا لو عاد معتذر يا خادم الضحيه؟ اصبر باقي سؤال. يلا اسلم مبرح. مبرح ماذا لو عاد غير معتذر؟ نعم رصيت ابي ايس كريم على وجهه. هذا الكلام ايش فايده؟ انت يا فهد انت يا فهد ماذا لو عاد معتذرا؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ لا لا بشوف انا اللي اخطيت عليه ولا هو اللي اخطا عليه؟ عاد معتذرا اكيد هو المخطئ. عاد معتذر يا الايس كريم هو المخطئ. عاد اتعبنا يا اخي. وعرفنا باسمك ما في احراج. ونعم طاهر محمد ونعم بليمون هذا مدمن ليمون. عطني حبيبي اول شيء وش عندكم نكهات؟ مانجو وتوت سكيك وتوت جلاكسي فانيليا وكاندي مع فانيليا. ما شاء الله تبارك الرحمن. وعطني اكثر شيء مطلوب. طبعا كم مره اكلت من عندكم اليوم؟ الله اكثر من خمس ثلاث امزح. لا ثلاث مرات فقط وهذه الرابع مره سوبر هاتريك. عطني حبيبي توت مرة واحدة فاهم توت. لا سوبر اي توت ايه هذي توت يا توت وشو هذي توت والله نسمع اعلام نسمع اعلام فني موجيك وموجيك هذا هذي المصبرات هذي توت مانجا سكوت ما تبغى لا ابي هذي بعد لقى 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 اي لا هلا بالعود ابي اخذه. يا مسلم يا مسلم هاتريك ها هاتريك انت هاتريك انا سوبر هاتريك. ايه لا طبعا عندهم ثلاث نكهات اربع نكهات عندهم ذا توت هو خسي وعندهم ذا شوكولاته وجالكسي وعندهم الكوب وعندهم الكوب والايس كريم جاء. الله ما شاء الله تبارك. معك جوال؟ معك جوال؟ عطى خليه يمسكه. عطى. لا والله ما لي. يا نذر.
عزيز عزيز تعال عطى الجوال ابي مجيك عطيه ابي مجيك عطى عطى رجع بيعطيك هديه خذ من رجع هذه شوف هذه هذا قادح تعال اسرع هذا قادح هذه رجال يقول بعطيك هديه والله ما ترده والله ما ترده ابي مجيك من الدار اي والله محتاج ايش ايوه الايس كريم ذا وش نوعه؟ شنو اللي بقى عندكم الايس كريم؟ الهاجري 09 ها؟ كله زين الازرق ولا ودي نواه؟ الهاجري 09 اعطني بهذه وجع وجع الازرق الازرق بالابيض صارت تضرب على الحبيب يا مهرة تقدرت تضرب على فهي شلون والله ما جت اي خلاص قول قفل قول خلاص قول قفلنا قول قفلنا ها؟ يا اكتب محمد فرح في تويتر ها؟ يضرب الملعق لا والله ما جرب لا والله جربت خلاص يضرب ايه راح حركة ها عطى عطى بس بقى ليش فيها طاحت؟ بالله افتح الجوال بالله والله هيني جوال؟ ايه بالله صورنا صور ايه بالله تقول صورني بالله صورنا صورنا ايه ومغيت شنابة بعد والله تضرب اليوم مساكم الله ارمي لا لا تبع شكرا فضح 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 جينا تخلع تخلع صورنا مقطع مقطع خليني اشوفكم مساكم الله بالخير كيف حالكم احمد حنيف محمد مفرح سعود الحشان من ارض العماريه قريه بدايه اسمها كاترينا كاترينا اطلق ايس كريم بالعالم والله انه حلو يهول ايش ربع يعطيك نشاط تاكل قوه قوه ونشاط وحيويه حال جرير يا يعني ايس كريم يشرب انتم تتواجدون في مكان معين ولا هاي المكان وين مكانكم معين وش وش ولا بروح اجيب لك مويه ولا مشي عندك ربك ولا مشي عندك خمس وروح في اكثر غير طيب غير نداه ومزينا يلا ارزقني بخبه وربط صالحين وكفني شر المنافق وكمل عينا وكفني شر المنافق وكمل عينا بعض من الأصحاب قوت واحفظ لك اعمالنا انت والبركه بغرينها يا بنت الاجواد لو فدر بهذا منافع وفود تنافسونا دار الاولاد وسلاطينها وسلاطينها لا يقول سفر انا بس سفر بس سفر اللي يقول يا اخي تعال اجلس تعال لا خلني واقف ايش يقول؟ اللي يقول لا توادعني وانا اماني بطيب خليني لنا تعافى لا اعطني سفر 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 لا توادعني وانا اماني بطيب خليني لنا تعافى خل 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 يا واد اللي يقول اللي يقول لا تكاثر جايته يا خلي يا مسلم سفر سفر اللي يقول يا واد ابغى اطلع في البث من اليوم ما طلعت في البث لا واحده ثانيه اطلع من البث شوي يا مسلم اللي يقول كفنت الذكرى بثيابها
ودي معك كفر. عندك كلمه عندك كلمه عندك كلمه عندك كلمه عزيزي تكفر. اولا الله يمسيكم بالخير جميعا. ايوه الحقيقه اني انا من اليوم ماي انا من تكفى انا طالب دورها انا من اليوم وانا داخل انا طالع قصدي ما طلعت في البث واجد كان عندي والله اعمال قاعد نخلصها في الاستديو في الاستديو انا وهادي بالربعه محمد بن دنعه فانا اعتذر منكم جميعا واعتذر من عبد الرحمن العزيزي ما حضرت فقرته من البدايه ارجع مو بسيطه و... بس علمني انا معكم ترى ايه انت معنا بس بالعمل باب يخلص عمل اللي ورا خلع ابشر بس تروح مكاني لا الا روح على كل حال يقول رع الخاطر الضايق يسجل قدم ويدوج وانا الامر اذا ما جابني ولا ودا وضم ضربت من الفجوج الوساع فجوج علي من خاطري ضايق جدا تحياتي لك ابغى يطيحونك بس والله ما تطيحون ابو جابر والله نعم والله نعم قبع ابو خاشم ابو خاشم هاي هي معاي فيك يا ولد دورها ايه هذا ايش يقول اثنين على الفرقة وانا سينت ذكراه بثيابه والله باقي لك واحد شنو في؟ عندنا بطاقة تسجيلات فهد وقيس عبد الرحمن العزيز لا يا ولد تكفى يقول هي حادتني على الفرقة وانا كفنت ذكراه بثيابها يرحمك راحم على امتي يا حب انتهى يا العلي التراب ما بقى من شعور غير ذكرى موت الاحباب بالاحباب احباب الاحباب يوم يقول اضرب شعر لريشة غراب لا بس تدري وانا ادري عن اسبابها هو الشطر ذا هو بداية وطال الغياب اي وطال الغياب ايه يا بها لا طيب واحد ثاني طيب اللي يقول عسى دار جنوب اسريع تسيل درات السيل فادي الحياة المهم يقول جت بالنهار انذرت بالليل وتقرب ظلمة الليل ظهرية سحب ذار جارب باب الحيل تحل الموسم وساعة الوقت عكسية تحول ساعة الوقت عكسية لي اجت بالنار انذرت بالليل وتقلب ظلمة الليل ظهرية أهل طاله وقاله وابن نهيل وأهل وضحان وسودان غرابية وأهل وضحان وسودان غرابية يزين القصيدة دي لا وش يقول وكف سلموا لي على اللي متعل وغاب عني وطال الغياب راح يا الغيب هل متعمد يدري ولا ادري عن اسبابها ما حصل بيني وبين خلاف يجلب الشك والارتياب 24
إن عشرتنا نزين وضعها وانت سلامة يرحمك راح ما لمت يا حب انت هايال عليها التراب ما بقى من شعوره غير فقد اموات الاحباب بلا لا عبد الرحمن احباب الاحباب اصناف الطموح للقناعه لا ما بقى عندي من اصناف الطموح للقناعه ايش ليت ايش نقول؟ راسي منخفس عرفت انت لك شعر شو يقول؟ والله ولو قيدوني قيد الجمال بس على شيء انت منعنا من ذا الشيء له والله منعنا من الشلات كلها خلينا نشوف ها قوينا لا لا وين في في خلي اجلس يا رجال على حساب بعض دقيقه دقيقه عندي عندي هي وش هي هي وش اسمها ايش طالب طلبه ما تغني مين بوين ولا شل مين بشل ولا نشودة انت ايش تبي ابيك ما تغني لا بغني لا تكفى اداني على البيت المطرف غلاب يا عنود الجوازي يا عنود قلبت انا لله انا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون ليه انا لله وانا اليه راجعون يا اخي دعوه ليه طيب انا لله وانا اليه راجعون ليش الدعوه دي ما جت الا ذا الحين؟ انا لله وانا اليه راجعون. اي بس ليش الدعوه دي ما جت الا ذا الحين؟ خلاص الحين ما عاد يبقى لو سكت ما عاد يبقى طالب طلبة الكنميد. كم اجلس. ها شو راسك؟ راسي يحب المنطحن. اي الخير اي الخير. ها شو راسك؟ راسي يحب المنطحن. تبي ارصك على عينك؟ والله اني ارصك انا. وين رصيتك؟ لك اللي تبي. وش هو؟ يا قاي يا قادح طيب اسمع انا دريت بالعلم والله اني تضايقت اللي هو ولا كان ودي وش هو؟ المش المش انا اول مره اشوف شعر تحت العين اسلم المش اقسم بالله وفي وجهه اسمر بعد ها المش المش ترى الله يرحمه مايك شغال ولا طاف؟ طاف ليش تطفي شغل؟ شغال لا يمكن فاضي حجار طفى من عمره لا لا توني معبي المحشم ندور لك السلامة ولا تبيها اسمع ها. انا والله دريت بالعلم وكان ودي اني ما دريت ايش وكان ودي يوم اني دريت اني ما دريت اعلمك بس ما بغيت اعلمك لاني علمتك عرفت كيف؟ فعشان لحد الحين ما علمتني لا انا ما كان ودي اعلمك بس اني بعلمك الحين عرفت كيف؟ فما ودي اني اعلمك علشان ما تضايق مثل ما تضايقت انا لاني ما كنت متضايق بس من جاني خبر تضايقت ايوه عرفت كيف؟ فان افتح سالفه يعني ما في علم؟ لا ولا في شيء؟ لا خليه يصور ابو حسن استعبط اخذ الجوال ليه؟ بيصورني انا وياك خليه يصورني لا تسال والله ما امسكه تبي تورطني صورنا ممنوعين من الجوالات احنا يا حبيبي صورنا انت يلا حتى الدكان منو؟ قد فيها استبعاد ما مسكنا الجوال ما مسكنا الجوال لم نمسك الهاتف قربه لم نمسك الهاتف وري شوف والله ثقة والله بطل ادخل يوتيوب من؟ لا كل ابونا تصورنا لا هو اللي مصورنا والله عايز اشتغل جوال الله يعطيكم حلقه وبرايم ادري شو اسمه حق لا يا حبيبي لا تورطنا الله يبيض وجهكم تب والله قلوبكم ما قصرتوا جعلني والله في دوت شرفتونا وابرك الساعات الله يوفقكم ان شاء الله ويرزقكم انا ايش سويت؟ صورت المرايه عادي خذ راحتك خذ راحتك القريه قريتك يا حبيبي احنا طالعين وانت الداخل يا حبيبي والله اللي يصور والله اللي يصور روح عادي بصورني اياك انا حلفت انا حالف والله انت روح مش بسوريني اكل ياك انا ما اعرف الضابط والله لا مش بس لا عندي ما من ريالتي هاي تفضل
يعني؟ انا بدخل ادخل وخذ راحتك. خش. ها دق بسرعه لحالك. البث هنا. بث ما في اي وقت، البث شغال 24 ساعه. هالحين يطلعونكم العالم ترى. هلا هلا راحتك بس. خيل البل وانا خلور. تفضل تفضل خذ راحتك تفضل. شفت تصوير محلي؟ قريه قريه كل محل محلك. بس فيها خلاص راح. حشرة صغير. في استديو هنا. اسمع. في محل عطور. اسمع اسمع تبي كرك. في مطعم. تبي كرك؟ ها؟ تبي كرك؟ لا خلصنا 45 يوم باقي 40 الحين. لا لا انت بعيدها والله. تعيدون مع شيبانكم بس كلهم بعيد. ان شاء الله نقول ان شاء الله. ها؟ نقول ان شاء الله. لا لا يقولون ثلاث ايام. تبي كرك؟ لا لا. كرك كرك. كرك نشرب في وقت في القرية شنو نسوي؟ القرية كرك من برا القرية وفي القرية كاميرات تراني داخل حالي ما حد له دخل. والله انت اقرط 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 والله انت اقرط 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 تكلم عشان يسمعونك العالم اللي هنا. تكلم تكلم. السلام عليكم. بالمايك بالمايك عشان يسمعونك. مساكم الله بالخير. ايش حالكم يا رجال؟ طيبين؟ الله يطول اعماركم. مساكم الله بالخير جميعا. ايش حالكم طيبين؟ ما معنا مايك وجاب لنا مايك. طيبين؟ وايش حالكم؟ فرصة سعيدة شرفنا هذا المحل. شفناكم جميعا. ونتمنى ان خدمتنا حازت على رضاكم. وسلامتكم. الرجال والله يعني وجبني ولا قصر ولا فيكم قصور جميع فقلنا نسلم عليكم ناخذ بكم عهد جميعا ونستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه ان شاء الله ما هو باخر العهد. وجهك ووالديك ومجيكم شرف لنا شرفتونا لا خلا ولا عهد الله ييسر امرك والله يبرد عليكم بجنته الله يسمع منك ويوفقكم جميع وان شاء الله انكم توفقون ما بقول واحد منكم ياخذ الاول لكن ان شاء الله نكون لكم ان شاء الله كلنا يطلع بخير ان شاء الله اللهم امين وباذن الله ان زياره لك اللي طلعنا باذن الله يحييكم ومحلكم والفرصه السعيده يا مرحبا ومسهلا شدوا حيلكم يا هلا باذن الله يا رجال صوتك زين بسم الله ما شاء الله افلح ترى يجزاك خير يرحم والديك شهادت لي الله يرحم والديك خلاص شل ذي انا غنيت هو شافني خلونا اسمع خلونا نكمل طيب. فقره ابو علي انا كان هنا هنا كان فيه ضيافه القيس الله ويضيفون العيال بعد ابى اذكرك موقف صار هنا تتذكر يوم جانا ابو اخوينا احمد حنيف الله كان من 23 من اجمل الليالي في البرنامج بس ما كنت معنا 23 انا جيت سنت تعال نجلس هناك سولف تعال لحظه لحظه احنا نسيتك اجلس من يجيك بيجيك هذه عشان احنا احنا نتكلم هنا ابو محمد خليك كذا عشان تخيل ان احنا بعد 10 بعد 10 سنوات من الان ممتاز وجينا نتمشى في قريه بدايه يلا بعد 10 سنوات قد اشوف كم قد هذا يقتل المتعه لا تقتل المتعه يا مس بعد 10 سنوات خلنا نشوف ما ندري احنا حين ولا ميتين لا هو يقول لك انك حين جيت رجعت اتذكر المقلب اللي سويناه قصدك نجي هنا بعد 10 سنوات ايه ايوه كان احنا الحين بعد 10 سنوات وجايين نتذكر ذكرياتنا هل تتوقع بيبقى نفس المكان؟ اي ان شاء الله شوف انا بعلمكم انا ما اتوقع هو بيتغير انا بعلمك لكن انا من جيت هنا الجلسه دي مسميها ايوه هذه الدور جلسه والله ما ادري ايش مسمي الجلسه دي مسميها جلسه بركه وين هذه جلسه بركه يا سلام كل ما جينا فيها زانت الامور الله الله يا احاديث هذه الجلسه بالذات يا ما جلست فيها انا وياك وعايض هذه ولا صالح اللوي هذه الجلسه هذه كنا هذه الجلسه كنا دائما مواضيع هادفه وجلسه راكده وسوالف خاثره على قولتهم صح والجلسه ذي كانت مغر نتكي فيها ابو صالح الله يجي فيها من الكذاب شيء ينقدر صالح يقعد والله العلي العظيم ما هي حاله ها وش بالي لا تبتسي بالي يحزن لا ما هي بقصتك قصتك يا ولد شوف الجلسه ذي خطيره هي حلوه انا ما احبها خطيره تجي انا ما احبها لا قال لي المصايب كلها تجي اي يا ولد جيت مره ورطت لي مصيبه وهجيت تدرون انا الان متخاصم مع ولد خالي لي 10 سنوات بسبب هذه الجلسه من هو ولد خالي اعطيتهم علم من هنا الولد خالي في هذه الجلسه قبل 10 سنوات في بخور السوق
والى الان متخاصمين وياه. طيب تدري شنو؟ مع اني كنت انا وياها عز قبل 10 سنوات تدرين اول جلسه جلسناها حسبنا الله على من اسسها اسلم. معلش اسلم. قبل 10 سنوات وانا اول جلسه جلسناها في هذا المكان اول ما افتتح المكان ذي. اتوقع انها هنا صح؟ صح اي والله. كانت هنا وكانت صباحيه. الله لا هم إيه فتحوا صباحية صح؟ إيه فتحوا بالليل بس إن إحنا جلستنا كانت هنا كانت صباحية. في الليل فين كنا جالسين؟ كنا جالسين هنا جلسنا على تبة ذي. والله والله يا كم طلين قد قطينا رأسه تحت هذا الباب ورا هذا الباب. الله والله 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 يا كم رأس قد شعوط القيص هناك. والله هايكم مسكين ان قمت اي والله من الشحم. والله يا والله يا كم طيحت انطاح العزيزي من فوق سيارتنا سيارتنا تلقى ذيك. ايه العزيزي امس يجهل يجي خبل يجهل يجي يجي زحلق يا اخي تمسك فرامل بقوه ليش؟ صدق ليش تمسك فرامل بقوه؟ انا ما حسبتك على الطيحه. لازم ندق على العظيم يسوي لك نظام منع الانزلاق. لا 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 انت ويا لا انت ويا انا بتفاهم معك يتوازن انا بدي اقول لك يغير لك راسك. قول له يا الله احنا احنا حبينا نمزح معك ايش اسمه نعلمك اخطائك. قول لا احنا حبينا ان نصححك. ايش؟ حبينا ان ننصحك. إيه ننصحك. إيه كدا ننصحك كذا صح. يعني لا تمسك فرامل على طول. امسك لان اذا مسكت فرامل المشكله طول. المشكله ان فرامل معي رياضيه. رياضيه رياضيه قد علمتك. خلها وكاله. وكاله وكاله زين. ايوه اظني ما لو خليتها وكاله اظني لا وكاله دقه يعني كان ما تذكرون منير. الله يمي الله يتم يسلبس هذا. ايش قاعد يقول؟ عادي قبل 10 سنين احنا نتحدى. احنا باقي في 10 سنوات. ايوه باقي في حنفي. يعني قد طوفنا 90 يوم. غلقت 10 سنين يا ولد راح. تدري من اخذ المركز الاول؟ من؟ هانا. من انت تستاهل؟ تستاهل طيب. يستاهل. تقدر تقول لا؟ هو يستاهل. تقدر تقول لا؟ لكن المركز الاول يثني دون ابو علي. فتبشر بالسعادة. يثني من دون هانا عنكم عنكم كلكم. والله ان كلكم كلكم تستاهلون. وان الطارف منكم سديد. اسمعوني اسمعوني. لكن تدرون؟ ها تدرون ادري بنفترق. بالله عايض لو بعد 10 سنين تواجهني شو الشكل ذا والشكل ذا نفس ما هو. باقي بواجهه اصلا بعد 10 سنين. انا بقطعها من ثاني يوم بعد البرنامج بقطعها. اي كذا انا بعد البرايم على طول. عرفت نظامك انت. يعني انت بتطلع برايم. ها؟ تطلع برايم يعني ما انت قاعد 90 انا متوقع الاسبوع هذا اني برايم. لا ما انت تحول. اي والله. خصم عليك اليوم. لا امس. لا لا ان شاء الله. بالله اليوم قلنا عكسي واخذنا النقاط منكم كيف؟ حلوه. سلام عليكم. صدق شعورك وقتها عكس سلام مرحب. شعورك وقتها انقهرت. ها؟ والله انقهرت. والله بس انها انا ما كنت ادري ان عندكم عكسي. ما ادري ايش العكسي. انا صدق انا والله العلي العظيم اني في اللعبه ما ادري ايش صار. جانا اسئله صعبه هي حتى النقاط نسيت اللي انتم الاسئله جتكم النقاط. الحين جانا اسئله ما ادري ايش واحد اسمه اي احنا جانا اول سؤال جانا سهل. خلاص وانت ما نجسي بالي. والله نجسني حلو ذي. فرسوك ثمن مبخر. يا رجال ايش بغر السوق؟ يا الله انك تمنعنا من عايض يا رجال. بنشاطها اللي ما لا 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 يا المعنى. فاقول لكم والله العلي العظيم انه في حاله حلوه انه مستانسين لكن اتمنى اتمنى والتمني وش يفيد التمني من بعد ما تمنينا بعد ما تمنينا وتحققت امانينا أماني لها أماني بنت من؟ أماني والخاطر أماني بنت من؟ أماني من؟ أخذ هذه قصيد أبغى أسوي فيك مقلب تم. أبغى أقتضي باقي إيه باقي في خاطري حق تمس تم. ما زال المقلب ها؟ ما زال يا أخي يا أخي هذا هذا أي يفهم. أنا توني أدري إني مظلوم في النسخة دي. أنا صراحة إني مظلوم. ليه؟ صدق. ليه أبو علي؟ يعني والله العلي العظيم فلا ندري. اسمعني اسمعني بالي انت المفروض انك ما سويت المقلب معاه. اي صح المفروض انك دورت لك واحد يمثل صح يا اخي. كنا نبغى نسوي بالعكس انا اللي ابدعت في التمثيل. ما ابدعت قلبتها مشاجره. الناهي يا اخي اسمر. يلا انك تمنعنا اخو العيون. خلنا نشوف. يلا انك تمنعنا. يلا انك تمنعنا. أخو العيون شوف 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 مشي جميل. أخو العيون مشي جميل. مشي واضح انه واضح. وهذا من حزام اسود اللي قدام وهني من حزام اسود. أخو العيون أخو العيون ولد ايش البطاريق ذولا. أخو العيون
والله انكم يوم بالطريق صاروا كيف يمشي وين الطريق طولنا والله طيب ايش فيهم شياطين ذكرى دميه بسرعه الهنود الحمر ذولاك يلفون على الضوء اخوي راح المسجد ولد ايه مسجد يا ولد مسجد ربنا سبحانه والله العلي العظيم انهم تايهين وضايعين ولا يدرون ايش السالفه صدقي هم خلني اشوف اخوك والله العلي العظيم ما يحال ها والله العلي العظيم انهم ما ضايعين جلسه هذه اخر كنا نشوف يا افتر قالك مفصلي مفصلي مرحبا حياكم الله حياكم الله جميع باول درس لنا بطريقه الدفاع عن النفس انا قبل لا كذا اول شيء لازم تعلمونه هي التحيه كيف تحيي صاحبك او اللي اكبر منك مرتبه اللي هي لعبه الدفاع عن النفس هذه كيف اول طريقه اللي هي اس قصنت قصنت اس 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 قصنت اس اس ما هو اس قصنت قصنت مو عشان حزام اسود اس الزبده يا طعم الرسامه انا ابغى منكم اول شيء يعني كل واحد منكم يقدم لي يعني وش استفاد خلال يعني حياته طرق الدفاع عن النفس ابدا يعني بمشعل مشعل تفضل قم تصلي تفضل اسكتوا اس اس اولا انا تعلمت مهاره الكونفو عن يد افضل مدرس كونفو في الشرق الاوسط اسمه اوني تشان من هو؟ اوني تشان اوني تشان الله يذكره بالخير معروف اوني تشان اوني تشان علمني حركتين اول حركه خطوه قدام انا بوريكم بعدين اشرح لكم هذه هي البرتقاله اوهمك البرتقاله صح بس اوس الله استرى 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 الله يعطيك العافيه استرى 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 انا باخذ وجهه نظركم اول طبعا قبل ان اعلمكم الطريقه يا سعود هذا البرنامج برعاية السيف جاليري اي ثو للخياطة الرجالية ايا كلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة وقف مشكات الحرم طبعا انا بعطيكم معلومه بس قبل أس. ترى ما عمر بس الجلسه بس اسف ارجاء لا اقوم هنا افقع وجهك انت تورنا مهاراتك انت يا حبيبي انا اعلمك الحين المهارات انا اعطيك اياها الحين شوف يا طمر اسامه حل المشاكل ابدا ما هو بالقوه ولا هو بالضرب ولا بالاصبع شو اسمه شو اسمه اصبع اصبع قاتل اصبع قاتل ولا باصبع قاتل ولا بالبيع ولا بحركه معلمك الله يصلحه حلو ولا بمضاربات يا اخي شوفوا اذا تبغى تدافع عن نفسك بشكل حقيقي لازم تدافع عن نفسك بالسلام وعليكم السلام هلا والله يا الربع شوفوا لا شوفوا صدق صدق يعني لازم تدافع عن نفسك بالسلام كيف تدافع عن نفسك بالسلام عليكم السلام خيركم من يبدا بالسلام لا مو خيركم من يبدا بالسلام ابدا ما له دخل انك تدافع عن نفسك بالسلام انك تدخل في سلام داخلي بحيث انك ما تخلي العالم الخارجي والناس اللي يعتدون عليك انهم يعتدون عليك يعني ما تخليهم يعتدون عليك بالسلام الداخلي عرفتني ايه انت فاهمني تمي ولا مع الاسف ما ادري انت تبث في الانستغرام لا ليش حقين الانستغرام دي السلام الداخلي السلام عليكم عرفت فالسلام الداخلي كيف تحصل على السلام الداخلي كيف تواجه مشاكلك بحياتك هذه بدون مضاربات بدون مد يدين بدون كذا شوف اول شيء تحاربهم اقوى سلاح عندنا تدري وشو الدعاء لا اصبعي لا تبتسم تسامح
واحد يجيك يبغى يعتدي عليك او يبغى يسوي ايش تسوي له؟ قال قم طبق. واذا ما اندرت قم طبق يلا احمد كانك انت واذا ما اندرت قم حاول تعتدي. طيب اذا ابتسم وقف وصفه كذا حاول تعتدي عليها ابو وحده. دقيقه بالله شوف هذا التمرين الاول. شوف احمد حليف حاول يعتدي على مشعل. لا 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 تشوف انت ضحكت تشوف انت بالله هل يرضيك عشان مشعل بس هل يرضيك هل ارضاك هل ارضاك انك يوم ضربته تضرب واحد مبتسم صدق بامانه الصدق الصدق يعني مشعل ايوه ها مشعل ايوه لا لا خل بدون مشعل تخيل انك تضرب واحد فجاه يبتسم وجهه اطلع يا سعود جميل هذا الدرس الثاني ما هو بابتسامه الحين يا طمر اسامه ما هو بابتسامه هذا طمر اسامه تمرين لازم كلنا نطبقه اللي هو شو لا شفت احد جاي هجم عليك تدري وشو تغمض عيونك وتاخذ نفس عميق تتخيل تصحصح لنا في المستشفى هذه الدراسه لازم يا ابن الحلال قم 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 هذا المعلم قم قم بس انت 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 اللي قم خذ نفس قم قم هو ياخذ نفس حلو انت قم خذ نفس اتفقنا خذ نفس واذا شفت الوضع احتدم وش تروح له تروح للطريقه الثانيه اللي هي تعال هنا هنا اقرب لا تبعد قريب قريب لا بس خذ لك نفس اي هنا هنا خذ نفس اسمع حاول تثق اسمع اسمع سعود شوف اول شيء هنا 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 اول شيء يا سعود فنص سعود لق وجهك يا سلام شوف اول شيء لازم تتعلمه من هذا انك تثق فيش تثق في سلامك الداخلي يا طيب معي انت او شيء لازم تثق بسلامك الداخلي يعني تكون ما تسمح ليش القوة الشر انها تخطبك حلو تاخذ نفس عميق تغمض عيونك تكون عندك ثقة لا انا بجرب لازم يكون عندك ثقة هذه مشكلة لازم يكون عندك ثقة سلام داخلي يا لا حد يجي لازم يكون السلام الداخلي والسلام الداخلي ابتسامة ما نفعت لا 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 يا سلام يا سلام لا 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 غمض عيونك زين لا والله اني مغمض والله ما اشوف شيء لا مغمض مغمض طيب خذ نفس بشويش جميل ايش تبغى تغدر تغدر فيها يا ابن حلال اطحك يا رجال ما عليك السلام الداخلي عندي معلش بس اول شيء بس تذكر عندي اصبع قاتل نفس عميق سلام داخلي حبه هو انا حضرتكم من الاصابه بس هذه افكار جميل ما السلامة اي افكار جميل سؤال انت الحين يا طمر اسامه خبت هذا سويته هل انت راضي عنه؟ نعم لان يد ما تقواها صافحها لا اجلس وراه وخل خوي حليله يا الربع اسمع لا صدق بدون استهزاء انا صادق ترى طيب انا معلش اسمع لي مداخله يا مدربنا لا ما اسمح لك ابدا شوف هذني اوس شوف يا طمر اسامه صدق صدق لازم اول شيء تثق في السلام اذا ما وثقت بالسلام راح يغلبك ايش الشر أسلام. الشر راح يغلبك اسلم انت معي وش مرحبا والله ايش فيك ايش فيك بسم الله قوم مقطك الحين بابتسامات اللي ما فهمتني شوف لازم ما تسمح القوه الشر انها تغلب على السلام تغلب على السلام السلام الداخلي معلم كيف نوصل لمرحله الحزام الاسود هنا الموضوع شوف هذا اول شيء بدري عليك طمر اسود بدري عليك بدري على اسلوبك هذا والله بدري عليك طيب تمام هو عنده سلام داخلي خليني اقول لك اول شيء حزام اسود بدري عليك وثاني شيء انت الحين ما انت داخل انك تحاول تصير شيء لازم يعني تتعايش مع الحزام الابيض هذا اللي تلابسه فتره طويله من الزمن تجلس لين ما توصل الى الين يا طمر السلامه شوف انا ترى ركبت سامه مو عارف تكسرت السنون مع البيت عشان يبتسم للناس لكن اهم شيء وشو اني ما تنازلت سعود الله يعينك يا سعود ما تنازلت ركب ابتسام انا السلام كلكم ركبت سامه باقي سعود لازم يركب ابتسام كلكم ابتسام هذا شاء مجال الكونغ فو صعب مجال الكونغ فو صعب تصقعنا كثير طيب يا يبغالك وقت عرفت شوف تنازل عن كل شيء الا ايش؟ الا السلام الداخلي السلام الداخلي الله يشغلك انت السلام الداخلي والله العظيم طيب كيف تحصل عليه؟ كيف تحصل على السلام الداخلي؟ السلام الداخلي كيف تحصل على السلام الداخلي؟ أول شيء هو شعور لازم تعيشه صدق يا عيال شعور لازم تعيشه وقت يعني ما أنت جالس تروي نفسك بالطاقة الجميلة المبهجة الطاقة الإيجابية بعيد عن السلبية يا أخي بعدين ترى كل ما صرت سلبي كل ما
واجهتك المواقف السلبيه بكثره. صح صح. يعني مثلا الحين سعود شوف الرجال الاصبع الحديديه قاتل. ايوه دام حاط براسه السلبيه ودام حاط براسه انه راح يواجه مشاكل راح فعليا ايش؟ يضربون. راح يرن. انت رجال كم خضت مضاربه؟ 55 55 الرجال يعني شوف حياته كلها قلت كذا كنت اثر واضح واضح اصلا من العظمه اللي هنا يمزح ويا العم بحيط وش تبي 54 ضربه انضربت فيها سلام السلام انت من الولد والله يعني نبحث ورا السلامه طب تعال تعال خلنا نلف ورا نظبط لك هزام مش طيب خذ نفس عميق وابتسم وجهي بعض يا عيال خذ نفس عميق وابتسم وجهي بعض يا انت انا ما اقدر ابتسم ما شد يا شيخ اوه الله يبيض وجهك كثر عيش الله يسعدك يا مدرب لا بلا عاد مع حساب الاسود يا مدرب والله ما تشم ما ادري لقينا متكي برا قلنا تعال يا اس 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 يلا نبدا تمرين yeah. جاهزين سويتوا اطاله انتم قبل ايوه yeah. مسوي جاهزين مسوي اطاله انت مسوي اطاله الا خلاص يلا ترى اخلي مشعل يقوم وهو جميل يسوي لك اطاله الاصبع بحنا نسوي الاصبع لا لا اصبعك ما لها علاقه الموضوع يلا تربع يا الربع تربع تربع انت عندك مشكله بالحزام بعد والله انه شوي بس يلا مكثرين ايش العيال اي والله يلا نفس عميق اكتب أس يا مشعل أس إيش تسوي؟ نفس عميق يا خشمي مكسور أكتب غمض عيونك تخيل وأنت الحين جالس يعني تأخذ نفس طب أنت طلعت ما له جلسات لا خليك بطلعون النفس كسمت يا شيخ يا عيال أس لازم نغمض أس سرمة السلام الداخلي الربع السلام الداخلي ترى الضحك بال يعني بزي وقت التأمل ترى ما يساعدكم يا الربع ترى يعيق موضوع انك توصل للسلام الداخلي ما يوصلك له فلذلك نحتاج منكم رجاء هدوء هدوء لا تطلعون من بعض غمض عيونكم يلا كلكم غمض عيونكم نفس عميق نفس عميق جميل غمض عيونك غمض عيونك احمد حليف احمد حليف قفل الابتسامه هذه مو وقتها وقت مضاربه يلا 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 فص يا احمد حليف فص خلاص طلع فيه يلا نفس عميق غمض عيونكم اخذت ثوبتي يا ولد شو اضحك انا ترقدنا تصرفنا يا والله اني صادق يلا نفس عميق اخرجوا النفس بشويش كذا وتخيل نفسك مكان اعتدت انك تكون فيه بحياتك وانت صغير جميل اصحى صحصح غمض عيونك ارجع نفس وضعي نفس الوضع صحصح غمض عيونك صحصح غمض عيونك حلو تخيل انك مكان عشت فيه طفولتك مكان كذا امن مثل مكان يا اخي لا لا تقاطع والله اني قد وصلت المكان الله يرحمك هذا طفولتك الله يهديكم تصقيع يا ولد انا اتخيل ايضا كان طفوله جاي واحد يضربني وابتسمت ولا ادري هذا صرت الطايف جميل تكفى يا ابو يا ابو نايف يا مش تكفى يعني احنا معنا جايين هنا نلعب يا اخي اقسم بالله حزام هذا فكها ما حط قبل لا تقول انا اوصل هذه المره يلا يا عيال اس اس عميق تخيل المكان الآمن اللي هو صغير يعني مكان قريب من مثلا زي مكان سرير أمك في كذا ريحة أمك في مكان في ريحة قهوة أو مثلا أنت مزرعة تمشي أو أنك جالس تتمشى لك مكان رهيب حلو نقي بعيد عن السلبية مليان إيجابية طلع النفس بشويش خذ نفس عميق إيش فيك يا مش عارف وين رحت أسحب والله رحت تمني وش فيك؟ السلام الداخلي هذه بدايته تشوف السلام الداخلي السلام الداخلي يا اخي انت تبحث يلا 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 غمض عيونكم غمض عيونكم والله العظيم والله والله اللي يفتح عينه الحين اقسم بالله غير بالحزام نفس عميق وهدوء هدوء تام لمده دقيقه لا احد يتحرك خليكم
الله يوفقك. يعني شكله اختفى شلون؟ طلعنا طوف. أس أس نلحق أس أس نجم حقي. الله لا يوفقك. ماني قايل لكم لاقينا برا. الله لا يوفقك. أس أس تعال 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 يا عيال نضربه نوريها الابتسامة وروح الابتسامة تفكير من راسي اعطيك كيف كل مره سمعني عليك والله العظيم اني ابتعد عن تفكيري اقسم بالله العظيم والذي نفسي بيده والله والله العظيم يا ابو شاكر لانه باليوم انها يجي اي صدق اني احاول اني ارقد بس ما جاني نوم تفكير لعب فيني تفكير انك بتطلع ولا تفكير من اللي صار والله يا ابو شاكر والله تفكير من الطلعة انه ممكن يطلع انا اي والله اني خايف اني اقسم بيت الله يا ابو شاكر اني يعني ما بيحس بشعور الندم ما بيحس بشعور الفشل على الفرصة اي والله العظيم تحس انك لو طلعت فشل كامل يعني ولا خذلان خذلان فشل ناش واجد يا اقسم بالله العظيم اني فيني دكاك ما يعلم فيني شير بس سعد انت ادري اليوم والله العظيم انه اذن ظهر وانا ما عيط بعين النوم اليوم قلت بطلع بستانس ريالتي يا اخي بس قبل شوي ما ادري وش اللي جاني ولا ذكرني انك شايل هم ممكن شو يصير ما يصير تدري وش المشكله؟ ما في لها حل ما في مشكله ولا حل والله العظيم والله اني ما اخطئ بس ما توقعت اني بوصل هالمرحله خايف من وشو ردة فعل الخطأ منك اني انفهم غلط او شيء زي كذا انها لا مبالاة يا ولد اقسم بالله تقول جبل جالس على خلفي بشر بالسعد اليوم كتب انا وياك شو كتبت المشكلة مشكلة بالنص الحين بقول احس ما لحد الحين المشكله شنو الخوف من الخروج اي يعني امر مستقبلي اي خايف والله اني اطلع طيب اذا الامر مستقبلي تم بشر بس اقسم بالله ما تطلع ان شاء الله لا تحلف بشر بس ها انا ادري ايش بيصير ان شاء الله حلف المشيئه شوف حظوظك في الخروج مرتفعه تمام لكن حظوظك في البقاء ارفع اعلى ليه لأنك أخطأت ووعدت بأنك ما تعود للخطأ صح؟ صح فالمشكلة الحين مستقبلية اللي يفكر في بكرة وبعده الأمر المستقبلي يضيع عليه اليوم وانت أعظم إنسان وأكثر إنسان يعلم بأن الفترات اللي في اليوم هذا لازم تعيش الدنيا كم يوم؟ ما أدري توري كاتب عليك لا ما كتبت الدنيا ثلاث أيام يوم عشناه ولن يعود يوم نعيشه ولن يدوم ويوم سنعيشه ولا نعلم أين سنكون ثلاث يا سلام فالحين حنا في اليوم اليوم اللي ما راح يدوم اللي ما راح يدوم طيب وبكرة لا نعلم أين سنكون زي لما ما تدري أين ستكون ليه تفكر في هذا ضيعت يومك اللي بالنص هذا يود يومي كله راح أفكر إيه تفكر بأي يوم اللي ما نعلم أين سنكون ما أدري شو الله فلما ما تعلم أين ستكون الأولى أنك تعلم بالمكان اللي أنت فيه فهمت ولا لازم نجيب صبور يا رحم والدي يا شعور الندم الضيقة واللي في خاطري إنه يا ولد يخليني أرب أنا ما عاد ما تستوعب بشر مسك أحس إني يا ولد أحس إني بظلم بالمكان من القرية بإذن الله ما نطلع حتى وإن كتب لي خروج
يا رب انه هو الحين باذن الله من طالب قسما بالله العظيم انه يا اوك. شوف انا ما ابي اتخلك في موضوع الخير وما الى ذلك، احنا الحين نبيها الجانب السلبي. اليوم نبي نصير سلبيين. والله العظيم انها غصب عني. لكن انا والله العظيم اني باليوم اطلع وفر واتمشى واسوي اني انا عادي، لكن الحين وصلت مرحله انه لا عادي. لا بالله ما هو عادي. والله لا عادي. ما هو بعادي ابدا. يود قاعد افكر مع نفسي. قلت لو تصير بالنسبه لي والله انها صدمه، كارثه. انا مختي مش كارثه. يعني والله اني يوم انضبط هذا طلع لي فجاه. صحيح. اقسم بالله العظيم. يعني لك اسبوع تقريبا. اكثر من يوم زياره كان في وانا ماسك الطريق الصح. اخر اسبوع استثني ثلاث ايام، تدري اني كل يوم انا اطلع وعندي مواعيد وعندي كل شيء يعني مثبت عند الاداره. يعني حتى غياباتك كانت حسب. غياباتك اخطائك كانت حسب. سواء كان جوال ولا شيء احنا ما نبرر بس كانت الاسباب قويه. أنا ما أقول الله راح يكتب التيسير بإذن الله يكتب لك الخير. كان يبطل الله يجعلني ما أطلع ذلحين. جعلني والله العظيم إن ما ودي أطلع ذلحين قبل العيد إنها مو بيها تكون صدمة لي ولا تكون صدمة للأشخاص اللي بانينا مالهم علي، يكون العيد هذا عيد يعني عيد حزن. إي والله أنا عيد حزن. أدري لأنك يعني شعور الأسبوع ذا أغرب شيء مر علي من يوم عرفت الإعلام. شاعر مشتت تحس ما بينك تقدر. والله اني ماني بنا انه مو بسلمان كذا واني ما تعودت اني كذا، لكن ما ادري ايش اللي صار. والله اني ما ادري كيف صار كذا. الله يعدي على خير. شنو الخطه الحين؟ الخطه والله انا عند ربي تحتري ايش يصير؟ فبتقعد بس كذي يعني تفكر؟ خايف اني اطلع، بس اني موكل امري لله. طلعت ان شاء الله انها تكون خير. وان جلست يا رب انها خير، مع ان ودي والله اني ان العيد لا يكون عيد، ما يكون عيد حزن. ما هو عيد حزن ان شاء الله. تطلع وانت موجود في القريه، يعني تطلع العيد وانت حد المتسوقين. يا رب. انت ركيزه وحتى لو اخطات. أنا أعلم أن الخطة هذا مختلف، خطة خلاص ما بعده رجوع. يعني لو الحين رجعت إن شاء الله أنا أعلمك ما راح تخطي ثاني مرة. خلاص يعني. بديت تستشعر الفرصة اللي قاعد تنفلت منك والناس اللي دعموك والتقدير والمحبة. أنا والله مو بكاسر ظهري للناس اللي معي. حتى أنت لو تلاحظ أغلب الحصانات اللي تفوز فيها عشان كلمتك الله يبيض وجيههم، معرفة أنا ما قدمت 1%. أنا ما قدمت لهم 0.25%، هم قدموا لي. أنا والله حاسس أقول شيء يقدمونه. أقول لك شيء، أنا والله لو أقدم منه ليوم 90 لو أقدم فيه 180,000 يوم. ما ترضى. ما أوفيهم حقهم. كانوا معي في الرخاء وكانوا معي في الشدة، كانوا معي في كل وقت احتجتهم لقيتهم. ما أبي أكسرهم وأطلع بالطلوع هذا. أقسم بالله العظيم إني أشعر شعور ندم ما يعرف إلا رب العالمين. بإذن الله، بإذن الله. شوف اللي يندم على خطاه الله بيسر له الحل إن شاء الله. فأنت يعني بإذن الله أنك راجع. الله يجعلها تسهل يا رب. راجع إلى الدرب الصحيح ومنت داخل في البرايم. بإذن الله أنا أتعلم. واجتهد إن شاء الله على الحصان الأسبوع هذه، لأن بإذن الله ما أنت من طالع اشتباك. الله يجعلها من نصيبي يا رب. بس دير بالك مني، ترى يمكن أنافسك عليها. والله أنها مرحبا. والله اللي تستاهلها. والله أنها مرحبا. والله اللي تستاهلها، ولو إني أنا أخذتها بحولها بس. بشير بس. جعل من جابك كل جنة. ولد! ولد. مش تفز تفتح الباب. مرحب، كنت بسوي فيك مقلب اسطوري بس مع الاسف الخنبس راح. ها يا بس اتفقنا الحين ولا لا؟ ما في ضيق. الله يجعل الضيق ما في تفكير ان شاء الله. نبي انطح بال خلاص، يعني اترك الامر هذا الين بكره وبعد.
مش هاك تبيني اكتب عليه؟ ما بيك ادري ان الموضوع مو سهل. انا ترى اكره ما علي، اكره ما علي. اللي لا جيت مثلا علمت بحد باللي بخاطري وقال الحل 1 2 3 ورسم لي المشكله بيدي وها لا. معني انا بعض المرات اسويها من باب اللطافه بس خطا. اسمع اسمع بس اسمع. فانا ادري اني قاعد اسمع هذا بس بحكم القرب بيني وبينه قاعد اعلمك بشيء انه نترك، لان الحين فرصه ساعات هذه في البثوث اشياء لازم نستغلها. فهمت؟ والله العظيم اني اكذب على نفسي اذا قلت لك اقدر. يا ولد والله العظيم قاعد افكر شيء. هذا البرنامج برعاية السيف جاليري، آي ثو للخياطة الرجالية، آي أكلين، شاي 3 تسعات، موقع جزل للمنتجات الفريدة، مياه تانية، دار حبوة للنشر والتوزيع، بهارات سرة، وقف مشكات الحرم. الله يلوم ويعود للوم. وانا ادري شنكو يا اخي كانت تجيني وحشة كل ما اترك مكان انا متعود عليه. يعني انا ادري في الوحشة اللي بداخلي تقريبا يعني. اي والله كنت لما انتقل من ديره لديره وانا ادرس برا اقسم بالله اني اقعد يمكن نص يوم بس اجلس في الغرفه اللي انا متعود عليها. فرضا 4 شهور كنت ادرس في الجامعه وسنه مره جلست 2 سنين في ديره وغرفتي ما طلعت من هذه 2 سنين ما اقدر. عندي شقه انا. فالحين حول جامعه ثانيه اقسم بالله اني اجلس نص يوم بدون جوال ولا شيء قاعد تتم احس لا احس صدري فاضي فاضي شعور ان انا بترك المكان. يوه ولا جيت مكان وانا متعود اجيه مع ناس. يقول احد الاشخاص يقولوا اين اعاد لك المقاهي ومن يعيد لك الرفاق. اي ورب الكعبه ترد لنفس المكان بس ما تلقى فيها الناس. هذا الموت يعني هذا بلو. تخيل يردونك احمد شويري جلس معه ذاك اليوم قلت انا ما اتوقع ان انت فيك ربك لانه هو اعلامي مميز بس احس فيك. قال لي يا ولد لو مطبطب علي يمكن بتشيت. ليش؟ يقول لي هذا المكان اللي جلس فيه قبل سنوات قبل 8 سنوات حول. ما تشوف اللي يجون بداية من فترة طويلة يجي يا أستاذ. والله إني بشتاق لكل أي فقد كل مكان في دمك. أقسم بالله إني بشتاق لكل زاوية. يا ولد والله العظيم إني تعلقت في المكان. ما تعلق. تعلق المسجد على الهاوس على ساحة الإبداع على المدرسة المكان اليوناني على القرية حقت. زد رصيد على الإدارة من كثر ما ينادونك. على الإدارة والله العظيم إني أغليهم واحد واحد. يستاهلون. تعني مطلع وما في لا في خاطر واحد منهم علي شيء. شوف على المستوى الشخصي أتوقع كلهم يغلونك صراحة. هم بس هم يعتقدون حاليا إن أنت يعني منت نادم على الأخطاء. منت يعني. فعلا انا تدري متى حسيت فيها انك انت فعلا تبي تعطي خلاص يوم ان سويت الفعاليه مالت جمهورك يوم تقول يا ولد ما ادري ايش اسوي فيها بعدين جيت لقيت الشغل مرتب امور اجتهاد قسما بالله العظيم من بعدها وانا امورك زين سبحان الله صارت الحدث حق الجوال في نفس اليوم كنت مستانس ويا ولد فرحان فرحان بشكل والله العظيم انه ما يوصف لكن فجأة يا ولد تغير الفرحة إلى صدق إلى نكد يا ولد. والله العظيم إنك تعيش شعور الفرحة ما في أجمل منه. سبحان الله شعور الفرحة ده أنت كسنت كاسة علي إلى أني في المكان اللي كنت فيه وصلت فيه أحس إني يوم كتبت جملة أحبكم يا جمهور وداي كانت ممكن تكون آخر جملة مودة إي ورب الكعبة. أكره الأشياء الوداعية اللي تصير أكره يا أخي من الطبيعي شلون نقول القدر مقرون بالمنطقة وبالقوة يعني ف
فأنت من كتبتها كأنك أحيانا الله يسوقك على شيء، يعني فرضا تودع شخص ما كنت متوقع أنك تودع. اي والله فجأة يجيك خبر أنه توفى الله يرحمه ولا شيء. قسم بالله العظيم ما تذكر طلع منه أنه يديني غلقه الله يزينها يا رب، الله يجعلها تجيني. تنهل تنهل بإذن الله. يود ايش به الدنيا ما لا والله خلصت السالفه بس مره ثانيه. انا على طاري المواقف جاء ذاك اليوم عرفت قصص الاظافر مو بحين تجي فيه سكين ذيك اي لا 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 مو باللي نظف فيه سكين ايوه 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 مقراط فيه سكين سميه مقراط اسمه مقراط. المهم ما ادري ايش اللي مسكت عذر اخوي بياخذ قلت ما انتم ماخذ ما انتم ماخذ باخذ ما انتم ماخذ يسحب مني طق والله الى الان هنا بس ما يعني ما امل لك وحده والله العظيم الى الان دائريه كذا نقطه دخلها انا طلعت والله تقول بزبوز والله والله انت تشوف الحين الدائريه ذي كيف تشوف صح مقراط كذا كذا جد هذه اليوم ولا يوم السوالف المليحه يوم تقول انت السيكل صارت مع بدر الله يذكره بالخير. كنا راجعين كان عندنا محل نشتري من الشيطان سون وتمشى بشريطة سون راجعين توني طق اللي واحد والفرح انتم عاد تعرفون تفكر كيف مراحل كيف تختم كم تاخذ عشان تختم الشريط. المهم احنا نمشي ويجيك واحد بسيكل ادري يعرف ما ادري يعرف بدر ما ادري يعرف عيال عمي لان كان عمي وحنا في بيت واحد ما ادري ايش السالفه. المهم هو شاطف ويخم الشريط من يدي تخيل كذا عباطة. طبعا انا وش سويت على طول بكيت بدر لحقه شد وراه هذاك على سيكل وفر فر اقسم بالله انهم لفوا ولا عاد شفتهم ما دريت الا بدر راجع بالسيكل والشريط. انا قاعد نفر على السيكل يومين لين جاني طق الباب اثر طلع على بيتهم ابي سيكل وما ادري وش سفل فيه وعطاه سيكل بدر اي خوك الله محزمة السعد ما عود بالشريط عود بالشريط والسيكل. أنا مرة صارت لنا سالفة زمان أنا أول ولد عمي اللي جاء هنا واحد من عيال جدتي زبدة وماز أخوي زبدة كنا جروب جروب يعني جروب أذى يمشي في الأرض ورحنا عند جدتي كنا نروح نعيش في بيت جدتي أكثر من بيتنا يعني كل خميس جمعة نروح عند جدتي وخالاتي ونمسي عندهم يومين ثلاث أيام إلين تجي الدراسة ونرجع. ذاك اليوم طفشانين ما معنا كورة وفي مشاكل تصير بيننا وبين أمهاتنا يعني مناوشات يطردوننا برا البيت قصص كثير. المهم ذاك اليوم طردونا برا البيت طفشنا يا ولد الظهر الساعة 2 في الظهر طاردينا برا غدا ما غدونا قلنا يلا نطلع نفر على الحارة ونحصل بيطري في بيطري محل بيطري قدامه وعنده سيارة بنز سيارة البيطري ذا قلنا يلا تحدي اللي يكسر قزازة مرسيدس إيه؟ كان لقيت دورت كوريلا شيء ما لقينا إلا هو قلنا يلا تحدي اللي يكسر قزازة وتحدي صبيح. اللي بيكسرها هو الرجال وتعشف كل واحد يرمي من يعني اكيد بتطق البدي وتعفطه ايوه ما انكسرت الا بعد يمكن كم من رمي من دسين ونطلع ونرمي ونرجع نطلع ونرمي ونرجع المهم لين قعدت والله انا مكسور من هو بالله اللي كسرها هذا الرجال واحد الله يذكره بالخير هذا ما في مجال للبيعه ما حنفهم انا هناك والله لا اقول كنا يا ولد مالها ليش الزبله ونزبل هو عرفنا هو هنا عرفنا المهم ندخل الحارة دخلنا الحارة والباب مفتوح دخلنا الباب وباقي نطالع مع الباب يشوف بيجي أو لا هذه غلطتنا أنا عرف أنتم في بيت أيوه أنا راسي كبير وما مداري أدخله إلا قفطني أنا آخر واحد يعني أنا أكبر راس إيش لمح الحاج ولدني أيوه. راح أدق السماعة إلا والله كنه دق قلبي مو السماعة قلبي لأن عندنا جدة الله يعطيها العافية هي تتابع الآن مستحيل ما تتابع عصبية يعني. كانت عصبية يعني
المهم دق السماعة قال عصبية تذكرنا التابع كانت أصغي مالهم مالهم قال الأولاد عندكم زي كذا طبعا عادل واحد من جدتي هذول أمهاتهم كبار في السن جدات أنا ومازن أمي باقي صغيرة فهذولاك كبار في السن ما يقدرون ينزلوننا تحت ولا يطردوننا من اللي نزل المندوبة أمي فكوها مندوبة أمي ما تقدر تضرب الاثنين دولا لأنهم مو بعيالها مو بعيالها عودت علي أنا ومازن وبدينا حبت أقسم بالله يا رجال إنها تأخذ الفخود وتفتها تفتها عرفت اللي تفتها وتشل ويلا ويلا المهم نعوضه بثلاث آلاف ريال قطوا خالاتي وجداتي قطوا والله أنا معطوه ثلاث آلاف ريال عاد ما أدري توفي سبة راس والجدول يعني حلو يعني أنت كسرها ها؟ عندي طالع كسرها لا لا بعد مشعل جاب له سؤال ملغم جدا لا تقوى صح يا رجال مرة أنا أبوي كان يطلع الدوام كان مع مركيز قديم يوم صغير كان مع مركيز بيطلع وانا اروح طبعا كان يشغل الموتر قبل لا يطلع عشان يحميه كان موقف في البايكه ادخل الموتر واجلس ورا المهم راح دوام احرك مشى 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 وانا قلت ما ابي مقلبه عند البيت لا مقلبه لا بعدنا المهم ابوي تراك ما هي ورا ما يدري ابوي يدندن وقصيد وسوالف ها مهوجس ما در الا في نص خريص الا اللي طالعين من ورا المرايه حك فرامل اللي وراه بغي يصدمه هم هو بخوف لا ليه يا حيوان جايني وراك ليه انت هنا في المكان ده بعد فيني من رجعك هو رايح دوامه ومتاخر المهم دق على اخوياه استاذن منهم ورجع طلعت امي ايش مسويه هي وجدتي مرتاعين ويدورون وما يبون يدقون على ابوي يوترونه والبيت من نفض يدوروني يعني انا الحين ما راح اتسفل من شخص واحد ثلاث دخلت كيف اشرح لكم اذكر اني الله يذكره بالخير شغلت انت شغل اسماني إيه؟ حتى لا لا والله ما كانت عندنا اسماني المهم طول العمر والله العظيم حتى اني إيه لوتا طيب الله وجهك يا سلام المهم والله العظيم اني شاطف من عندها تسفل فيني وتصقعني من ورا حتى اني حتى هي كذا تعرف وانت ماشي اللي يعطيك كف واللي يشوتك واللي يسفل فيك وكذا كلام ما ربيت يا شينا يا كلب يا بس في النهاية جيت واعتذرت اكتشفت انهم ما قالوا الكلام ذا بدر طلع يسم من وراء هو جاء ضرب لكن السب كان بدر والله يرجع انها افضل ايام حياتي ودي والله ما ترجع يا اخي انت تلاحظ زمان اذا حد اذا ضرب اذا ابوك ولا امك ضربوك البيت كله يسفل ما يشوفك شيء ايه تتحمس ليه انا اخواني الصغار احيانا اذا ابوي يعني تحمس معي وصار فيه مناوشات عادي تحصل حتى اخواني الصغار كي يطالعون فيك بنظرة الشفقة وانا اخوهم الكبير يعني اخ يمكن عشان تتحمش عشان تحس والله اني انضرب كان عندكم تجوري في البيت؟ الى الان تجوري؟ خزنة الى الان عندنا الله والله انها الى الان ينسحب السوني فيها لا امي شوف الثقة امي تحت الفساتي ايش ايه امي تحطها تحت دولاب هالفساتين واذاك رجال افتح الدولاب ما مقفل مفتوح بس خذها اذاك رجال التجوري غرفة ابوي والله ايه تجوري بالغرفة الدولاب حقه بعد لا هو التجوري كله غرفة ابوي لان غرفة ابوي ما حد يدخل اصلا ابوي كان حطها التجوري يطق قفلتين انت رجل افتح الباب تجوري انت حقكم رمز ولا رجل لا ابن رجل افتح مفتاح القديم والله انا رمز طق طق يفك أعوذ بالله والله يا أمي أنا كان يا أخي الله يعطيها العافية والله يطول في عمرها بس كانت شادة والله أنا كانت رقدنا الساعة 9 في الليل 9 في الليل إيه؟ أيام المدرسة أنا ومازن وحسام ثلاثة أسرة جنب بعض الساعة 9 كذا في الفرش حن كذا بس تخسى تطلع من الغرفة كذا فيك انزلاق وضروب أقسم بالله من الجدول كنا نروح الحسام أنا وحسام نروح المازن نخلع مازن كان في الوسط الغربي فانا ما انا حسام هنا اشر حسام واقول يلا ونجي انا وحسام ونقوم اقول
أنا خالد. يعني خالد مين؟ عادي خالد مين؟ حسام يقول أنا سلطان. ويرتاع يبكي على أفدر. مع احترام هو كم عمره الحين؟ لا الحين هو كبير. لا لا أفدر أجل أرجع له. الله يرفع قدره. تبي ولا زين؟ كنا يا أخي ما أقدر أطلع الغرفة. أمي تقول نظرة بس. والله ما أقدر أطلع. هذه نظرة والله رصاصة. يعني في أحد منكم أو الوسط في العائلة؟ أنا كلكم لا عشت لا في العائلة لا العائلة. أنا أكبر مني خمسة أصغر مني خمسة وأنت في الوسط بمعنى الكلمة. أنا في الثاني باقي تحتي في الوسط. في الوسط في الوسط. أنا حسيت بشعور الوسط اللي أنت آخر عنقود يا رجل. لا والله أني الوسط والله أني الوسط. بوك صغير. ها بوك صغير هذا 50 هم قد حنبه 80 فآخر العنقود نفسنا أبوي تقريبا 23 سنة الخمسينات والله. لا انا ابوي في الاربعينات. تستاهل يا برايد. يلا تستاهل يضبطك يلا. ابوي اتوقع ان عمره في 30 ظني 39 ترى ظني اني كنت اكذب عليهم قبل شوي والله اني اتوقع فكم انا اعطيته 80 انا ظني اخر مره 35 35 حدود طلع عمره مجرد قياس العمر مجرد رقم ترى مو مقياس وشو مو مقياس. طيب من اللي يتذكر دفتر المتابعة؟ رحت يا رجال. حق المدرسة. تذكر دفتر المتابعة انت ما رحت. والله اللي اعرفه والله. الازرق. والله. اللي يحطون فيه صورة كرة واحدة. ايوه اللي يكتب فيه مدرس ملاحظاته وتروح لامك الله وامك يوقعونه. طيب. ويرجع. الله أكبر الله